للعام 22 على التوالي. ستنطلق بطولة زايد الرياضية بمشاركة عالمية تتضمن 3500 رياضي ورياضية. لمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. هذه البطولة طبعا هي سنوية مجتمعية، تعرف أنت نادي الضباط فيه تقريبا حوالي 9000 عضو فعال في على مستوى الإمارات. البطولة مش غريبة، احنا تقريبا اللي اشتركوا عندنا فوق 6000، فوق 40000 مشترك من يوم تأسيس البطولة، فوق 60000 متفرج، لأن عندنا الريكورد. السنة هذه طبعا مميزة باسمها، باسم اللي هو مؤسس الدولة، وبتكون إن شاء الله مميزة. تماشيا مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظ الله بتسمية عام 2018 عام زايد، أطلقنا تسمية بطولة زايد الرياضية على البطولة الرمضانية اعتبارا من هالعام. وفندق نادي ضباط القوات المسلحة يستضيف بطولة الرمضانية السنوية في دورتها 22 على التوالي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. إذن سيكون الجمهور الرياضي على موعد مع بطولة زايد الرياضية، أو كما تسمى بالأولمبياد المصغرة، في شهر رمضان المبارك، التي ستشمل على عدد من الرياضات الخاصة بالرجال والسيدات على حد سواء. من العاصمة أبوظبي لقناة الظفرة، فهد عبدالله.